هجوم في أرضية الملعب من الفريقين، يعني نستمتع أكيد في هذا اللقاء. كرة اللعب جمعة سعيد بيخطفها إلى صابر، جمعة زي قطرة لصالح الكويت، ممكن تقول جول جول جول. يأتي جمعة سعيد بالخبر السعيد في الدقيقة 8 بثنائية مع صابر خليفة ليكون هو صاحب الهدف الأول في سوبر 2018 لصالح نادي الكويت. جول 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 لصالح نادي الكويت. جمعة سعيد، جمعة سعيد، ويفرح ويكون هو السعيد مع جمهور نادي الكويت اليوم العذر. شوف شوف لعدة، خطفها جمعة سعيد، مررها إلى خليفة، رجعها خليفة، وجمعة سعيد حطها في المرمى، حطها في المرمى علي.